يعتبر الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل أن مستوى الانحراف عن السائد والمألوف في المجتمع يرتبط بمدى عبقرية الفرد، وبعبارة أخرى كلما كان الشخص مختلفا كان أكثر عبقرية. قد يكون من الصعب إثبات وجهة نظره، إلا أن بعض الشخصيات العبقرية والمؤثرة في المجتمع تميزت بتصرفاتها الغريبة. نشر الموقع الروسي FBRI تقريراً رصد فيه عدداً من الشخصيات الأكثر غرابة في التاريخ. تصدرتها سيدة الأعمال الأمريكية الشهيرة هيثي جيتي التي عاشت في القرن 19 الميلادي. واعتبرت هيثي امرأة غريبة الأطوار وكانت شريرة وجشعة، إلا أنها كانت تمتلك ثروة هائلة بفضل فطنتها التجارية النادرة. ورغم الثروة الطائلة التي تملكها هذه المرأة، فإنها ارتدت الزي نفسه طوال حياتها، كما أنها لم تخصص أي أموال لأجل التدفئة. وكان طعامها يقتصر على نوع واحد من الطعام، ألا وهو دقيق الشوفان. كما بذلت قصارى جهدها للتهرب من الضرائب من خلال اتباع طرق ملتوية. ورغم تداول الكثير من القصص الغريبة حول هذه المرأة، فإن أسوأها وأكثرها غرابة تلك المتعلقة بابنها، فقد أصيب ابنها بمرض ما، وفضلت معالجته في مستشفى خاص للفقراء، على الرغم من ثروتها الضخمة. وفي وقت لاحق، عادت هيثي جيتي بابنها إلى المنزل مدعية أنها ستعتني به، وذلك بهدف تجنب النفقات، وقد رفضت شراء الأدوية له لأنها مكلفة، إلى أن أصيب الطفل بالغرغرينة واضطر إلى بتر ساقه. أما ويليام أرشيبالد سبونر فقد دخل التاريخ بفضل عيبه النادر في النطق، حيث كان يعاني من خلل في الكلام، وهو التحول العشوائي للحروف أو الأصوات في الكلمات المنطوقة. كما كان سايمون أليرتون شخصا غريب الأطوار، فقد كان يحب المشي كثيرا، مما دفع سكان المدينة إلى الاستفادة من شغفه بالمشي، فكلفوه بجمع حجارة كبيرة في كيس يضعه فوق رأسه، وكانت هذه الحجارة تستخدم لبناء المنازل. ولسنوات عديدة لطالما شهد سايمون أليرتون وهو يتجول بلا هدف حاملا كيسا من الحجارة على رأسه. في القائمة نفسها لأكثر الأشخاص غرابة يأتي جون كريستي الذي عاش في المدة الزمنية مع القاتل المتسلسل الذي يحمل اسمه ذاته في النصف الأول من القرن العشرين. وكان كريستي من الأشخاص الذين عرفوا بغرابة تصرفاته، حيث اشتهر بحبه للفنون، كما أنه مؤسس مهرجان أوبرا غلينبور. وعادة ما كانت تصرفات كريستي لا تخضع لقواعد السلوك الاجتماعي، ففي إحدى المناسبات ولشدة الحرارة مزق كريستي أكمام سترته، كما ظهر ذات مساء في المسرح وهو يرتدي سترة غريبة وأحذية مخصصة لرياضة التنس. لكن الأرستقراطيين تعودوا على سلوك كريستي الغريب، فلطالما ظهر في الأماكن العامة ويرتدي سراويل قصيرة مشابهة لما كان سكان بافاريا يلبسونه في القرن 19. ومن بين أشهر الشخصيات التي عرفت بغرابة أطوارها الكاتب والشاعر الأيرلندي أوسكار وايلد، الذي تميز بملابسه الغريبة ذات الألوان الزاهية. ولم يتوانى وايلد عن القيام بالكثير من الممارسات الغريبة على غرار إلقاء خطابات استفزازية على الملأ. وفي عام 1895 سجن أوسكار وايلد بتهمة اللواط وتوفي خلف القضبان. أما جورج سيتويل فكان رجلا شديد الثراء، الأمر الذي جعله يقدم على تنفيذ أي فكرة تتبادر إلى ذهنه،
وكان سيتويل شديد الشغف بالباستا، وقد أراد في إحدى المناسبات أن يتخلص من الدبابير المزعجة باستخدام الأسلحة النارية. ورغم أنه لم يكن شخصا بخيلا، فإن سيتويل كان يتردد في دفع المال أحيانا، ورفض على سبيل المثال دفع ديون زوجته، مما جعلها تقضي أشهرا عديدة في السجن. ومن بين الأمور الأشد غرابة التي قام بها سيتويل أن جعل لون الأبقار يتحول إلى اللونين الأزرق والأبيض. وفي القائمة أيضا يأتي جيرالد ثيرويت ويلسون، الذي كان ينتمي إلى إحدى العائلات الثرية العريقة، كما كان شخصا مبدعا، حيث ألف العديد من الروايات ورسم عددا من اللوحات وكان يعزف الموسيقى. كان ويلسون مولعا بالتجول في أرجاء المدينة بسيارته، وفي المساء كان يحب احتساء الشاي صحبة الزرافة التي كانت تقيم في قصره. كما يعتبر الجيولوجي البريطاني ويليام باتشيلاند من أشد المولعين بالحيوانات، لذلك حول منزله إلى حديقة تحتضن مختلف أنواع الحيوانات. وتميز صاحب الثروة الطائلة فرانسيس إيجرتون بالإضافة إلى حفلاته المسائية اليومية الرائعة بغرابة أطواره، وكان ضيوفه عادة ما يرتدون أزياء عصرية وتتماشى مع أحدث صيحات الموضة. أما جيمي هيرست فكان محظوظا لتلقيه دعوة من الملك، لكنه فضل ممارسة هوايته المفضلة المتمثلة في تدريب حيوانات الصيد على احتساء فنجان من الشاي معه. ومن المثير للدهشة أن هيرست لم يكن يصطاد رفقة الكلاب كما هو متعارف عليه، وإنما بصحبة الخنازير. علاوة على ذلك، فإن هيرست أكثر انجذابا للفقراء، حيث غالبا ما يدعوه إلى منزله ويحسن إليه.